أنا اسمي عيسى أحمد صافي أبو الكباش من سكان خربة الرضيم السموع. خربة الرضيم هذه على زمان الأجداد تبعنا فيها عدة مغر، وكنا نسكنها في أيام الشتاء وفي أيام الربيع لا نهاية الصيف. إحنا سر صمودنا ووجودنا في هذه الأرض اللي هو الاحتلال، محاوات الاحتلال للأرض، الاستيلاء على الأراضي، وإحنا نظل بالأراضي مجبورين نستولي نحافظ على أرضنا ونستقر ونرضى بالقليل حتى إحنا نعيش في أرضنا لأنه الواحد إذا ما إله أرض ما ملوش كيان. كل يوم إحنا متعرضين، لمشاكل، منه أول واحد على الخطوط ممنوع نمشي، ليش؟ لأنه إحنا ما فيش ناس يرعانا، عند سيارات معانا أو تراكترات مش مأمنة مش مرخصة، من ضعف الحال. اثنين، مسافة بعيدة، وعندك الحكومة الإسرائيلية هي اللي مسيطرة على الموقع، صدقهم كذبهم، صدقنا كذب، يعني وهي هم قاعدين بيحاووا فينا الحين، صاروا يحطوا لكل راعي لكل واحد في منطقة يجيبوا له منطقة، صار يسووا أرض دولي وأرض دولي. هدموا لي الدور، هدموا لي 500 متر دور، وهدموا لي مي، ديار اثنين مي، ما خلوش شربة مي عند ولادي، وبقولوا لي أنت ارحل من هنا، هذه الأرض للدولي، ارحل أنت على السموع، لك دور في السموع. وأنا رفضت هذا الحكي، والحمد لله رب العالمين شجرت أرضي وقعدت فيها وراضي بالقليل، على بينما الله ما يفرجها، اللي يصير إنه كيان اللي يكون واحد بوطنه مستقر. والله رمضان بالنسبة لنا يعني إحنا بمر رمضان وبمر العيد علينا يعني كأنه مش رمضان، ليش؟ إحنا ما فيش عندنا قال الحين يعني لو بدك مي باردة ما فيش، لو بدك مشروبات باردة ما فيش، لو بدك حلويات ما فيش. تروح على السموع تجيب من الظهرية أو من أي بلد كان، بدك تروح بدك تجيب باب النار، وبدك تظل مراتب قاعدة للذبان وللبهدلة. يعني في أنا عندي بنت مخلصة توجيهي، والبنت فنانة من يعني عندها موهبة الفن والرسم، أنا مش قادر أوديها على مطرح ليش؟ لأنه ما بش أمان حركة سير، ما إحنا ليل نهار في عندنا خوف، واللي بقول لك بخافش بكذب، احنا ليل نهار مهددين بالخوف، اما بالقتل، اما بالترحيل، اما يعني بكل بجميع وبشتى لوازم التهديد احنا مهددين.